انا بيكو فرد السيطرة، انا في البلد دي عنطرة، انا حملة بالاصول، ربك مديني القبول، جمهوري في ظهري مجزرة. اولا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مكسور، يعني ما ينفعش يتغنى اساسا. هنا في مانع الموسيقية هنا في مصر اللي بتمنع اي شاب يبقى ليه جمهور يغني. هنا في مصر اللي هنا المانع الموسيقية دي اللي كل واحد انا كان بقول له عايز اشتغل طالب مني 300,000 و400,000 جنيه عشان اخش النقابة. احنا مش هنسكت، وانت مش فارق معانا ولا انت ولا النقابة بتاعتك، احنا شغلنا كله على اليوتيوب وفي الافراح الشارع.